فكرة انك عاوز تجمع جهاز بنفسك ممكن تعتبرها فكرة مرهقة شوية نفسيا وجسديا وماديا، خصوصا لو انت لسه جديد في الموضوع ده. قدامك قطع كتير ومواصفات كتير وفروق كتير جدا، والفروق مش بس في حاجة زي البروسيسور او كارت الشاشة او الاس اس دي على سبيل المثال او البورد ذات نفسها. صدقني القطع دي ما بقتش هي المشكلة الكبيرة بالنسبة لك، ولا حتى مشكلة ان كانت القطع دي متوافقة مع بعضها ولا لا. هي طبعا زالت مشكلة، بس مشكلتك اكبر من كده بكتير. مشكلتك الاكبر هتكون في درجة الحرارة. سنة عن سنة الشركات بتحاول تقلل من استهلاك الطاقة وترفع سقف الاداء، لكن الاجواء المحيطة بينا كمستخدمين ما بتساعدش على كده. قصاد كده الطبيعة بسبب الانسان بتعاند معانا. الصيف بقى حر موت عن السنة اللي قبلها، والسنة اللي بعدها هتكون اسخن بكتير. والشتاء لا، الشتاء عادي الحقيقة ما فيهاش مشكلة. طيب ما احنا بنقول ان دايما لو عندك مشكلة في درجة الحرارة اشتري كولر للبروسيسور مثلا، والكارت دايما ركز على انك تشتري كارت يكون تبريده كويس. والحقيقة في كولرز كتير، منها الاير ومنها الليكويد للبروسيسور، وفي كروت كتير جدا احترافية التصميم سواء اير او ليكويد. لكن المشكلة بقى انك مع كل ده تنسى حاجة مهمة زي الكيس. الكيس ممكن تكون عبارة عن صندوق بالنسبة لك، بيديك هيكل يمسك المكونات بتاعتك بشكل كويس ويثبتها عشان الاهتزاز، وبادي يديك شكل كويس. ده المفروض اللي الناس معتقدة من اي كيس، ولكن الموضوع غير كده تماما. الكيس الى جانب انها تديك الشكل والهيكل، المفروض تديك تهوية كويسة واكسسابيليتي وكيبل مانجمنت. فانا همشي معاك الخمس خطوات دي واحدة واحدة بترتيب. انت اول ما بتشوف كيسة بتقول هي دي اختياري، وهطبق الامثلة دي كلها او العوامل دي كلها على الـ NZXT H510 Elite. في البداية لازم تعرف ان النسخة دي هي لاين كبير جدا من NZXT. يا ابني ركز معايا، انا مهم دلوقتي، بعدين بشوف الكيسة لما تشتريها. ولاين في الحقيقة مش قليل وبقاله كتير جدا في السوق، بس بيخش عليه كل فترة تعديلات تناسب الترند الحالي، ويمكن ده اللاين الوحيد اللي متبقي من الشركة. لو ما تعرفش شركة NZXT فهي الشركة صاحبة انجح فئة كيسات في سوق الكيسات كله، الكيسات الفانتوم باختلاف احجامها واشكالها. زمان قبل ترند RGB والازاز اللي بقى موجود في كل حته، تقدر تعتبر H510 نفسها سلسله صغيره جوه سلسله الاتش الكبيره. في منها 3 كيسات باسعار مختلفه ومميزات مختلفه، او نقدر نقول تعديلات ممكن تناسب اذواق واستخدام كل شخص عن التاني. بالنسبه للشكل، النسخه الاليت هي النسخه الاعلى من الكيسه. هي بتيجي بشكل بسيط جدا بس انسيابي في نفس الوقت، كانها صندوق بالظبط منه اللون الابيض واللون الاسود. الشكل ده ممكن يكون للناس اللي ما بتحبش التعرجات او الكيرفات، ومعرفش حد في الحقيقة ممكن ما يحبش اي كيرفات اللي بتكون موجودة في الكيسات التانية، جاية بواجهة امامية من الازاز والباب برضو من الازاز، الاتنين نوعا ما سهل في الفك والتركيب. الجزء الامامي ممكن يتشال خالص، وده وارد يكون بسبب انك تركب واجهة مش او واجهة شبكية عشان تسمح بدخول كمية هواء اكتر، بس للأسف مفيش اي اكسسوار معاها بيجي بالشكل ده عشان تستبدله او حتى انك تشتري. خلي بالك ان في الوقت الحالي هي دي النسخة الوحيدة من NZXT اللي بتيجي بواجهة امامية من الازاز. حتى النسخة H710 اللي هي المفترض الاعلى منها، سواء النسخة العادية منها او النسخة الاي، مكتفية بس بالباب الازاز والباقي شكل مصمت. الهيكل والاكسسابيليتي نوعا ما حاجة واحدة في الكيس. الكيسة بحجم 100 طور، هتدعم برد ATX، فما اقل بتدعم تركيب رادياتير 240 او 280 من قدام. فيها ميزة حلوة جدا ان المكان ده اللي هتركب فيه الرادياتير بتاع الليكويد كولينج ممكن تفكه خالص، فممكن تركب كل حاجة تخص الرادياتير والمراوح برا، وبعد كده تركب الجزء ده وتبعد نفسك عن الزحمة وريسك انك ممكن تخبط في اي حاجة زي الرامات او كارت الشاشة. بيجي معاها مراوح كتير جدا، بس انا هسيب موضوع المراوح ده في نقطة التهوية. عندك الجزء العلوي مفهوش غير مكان واحد بس لتركيب مروحة 120 او 140 او رادياتير بنفس الحجم. قدام شوية في الجزء الامامي
هتلاقي الفرونت بانل، والفرونت بانل هنا سيمبل زي شكل الكيس بالظبط، ما فيهاش الا زرار الباور بس والباور ليد. عندك واحد USB 3.2 جن 1 تايب A، وعندك واحد USB 3.2 جن 2 تايب C، واوديو جاك 3.5 شيرد مع الهيدسيت والمايك. فانت لو عندك سماعه زي الايسوس ROG ستريكس جو، او بتستخدم USB AI نويز كانسلنج ادابتور اللي هتلاقي لينكاتهم تحت في الديسكريبشن، هتلاقي ان انت عندك مشكله انك سواء استخدمت دي هنا او استخدمت دي هنا عن USB Type A او USB Type C، هتلاقي عندك مشكله كبيره جدا ان ما عندكش اكسسبيليتي للداتا بتاعتك بشكل سريع. عندك مكان المروحه التقليديه الورا، ودي بتكون بحجم 120 بس. اشهر حاجه في كيسات الاتش من NZXT هو الجزء بتاع الباور اللي متغطي بشراود من المعدن عشان يخفي اي كابلات زياده، ويمكن NZXT من الشركات اللي بدات الترند ده. الجزء ده بيداري على القطع اللي نوعا ما شكلها مش حلو زي الباور سبلاي، مع انه مهم جدا، مع ان في باورات فيها RGB او OLED سكرين بس مش متوافره بكميات كبيره جدا او بسعر مقبول. بيخفي كيدج الهاردات ال 3.5 بوصه، هما انت في الكيس دي تقدر تركب 3 هاردات بس، هما 3 هاردات 3.5 بوصه بس. او عندك بقى المكانين التانيين المعمولين عشان الاس اس دي ساتا بحجم 2.5 بوصه او الهاردات بحجم 2.5 بوصه. الشراود اللي من المعدن ده على شكل شبكه، في فتحات عشان تقدر تعدي كابلات الفرونت بانل او تعدي كابلات الباور او تاكسس المكان اللي تحت ده بكابلات شكلها كويس جدا. وكمان تقدر تستعمل الباترن الشبكي ده في انك تركب عليها البراكت بتاعه الاس اس دي اللي هو تقدر تنقلها من ورا لقدام، وده هينفعك في حاله انك معاك اس اس دي ساتا فيه ار جي بي مثلا، فعايز تركبه في الجزء دوت عشان يديك الاضاءه او يديك السبب اللي انت دافع الفلوس فيه. موضوع الهيكل والاكسسبيليتي نوعا ما مفيد في حاله الكيبل مانجمنت. الكيس هنا بتوفر لك كيبل مانجمنت بطريقه مختلفه عن كتير من الكيسات اللي ممكن تشوفها في السوق. يعني مثلا عندك تراكات معموله بشكل معين عشان تمشي فيها كابلاتك الاساسيه او تمشي فيها كابلات بسيطه. في عندك كفر جنب البورد على طول فوق فتحه طويله جدا عشان تعدي منها الكابلات، ارتفاعه بيسمح انك تعدي الكابلات بشكل كويس جدا، وممكن تفكه بعد كده تركب كابلاتك وبعد كده ترجع تركبه تاني، وفي نفس الوقت بيكون مغطي الكابلات اللي بتعدي من تحتيه. الجزء المعدن ده دايما كان ميزه في كيسات NZXT عن اي كيسات تانية. المساحه اللي في الجزء الخلفي ما فيهاش اي مشكله خالص مع الكابلات او حتى مع توصيلات الاس اس دي ال 2.5 بوصه، بالعكس المساحه ورا كانت كويسه جدا. تقدر تقول ان الكيبل مانجمنت في الكيسه دي كويس جدا، بس هل التهويه كويسه زي الكيبل مانجمنت؟ التهويه عامل مهم جدا في اي كيس، اختيارك للكيس مش هيعرفك ان كان الكيسه دي بتقدم الغرض الاساسي منها ولا لا الا مع التجربه. فانا بدات اجمع في الكيسه دي مواصفات واختار بروسيسور معين وستوك كولر خاص بيه مع كارت معين عشان اشوف التهويه هتفرق ولا لا. انا عاوز اشوف مدى كفاءه عناصر التهويه والتصميم الداخلي بتاع الكيس زي اماكن دخول الهواء والمراوح نفسها. الكيسه هنا بتدعم تركيب 4 مراوح، عندك 2 قدام بحجم 140 بدعم للار جي بي، واحده فوق بحجم 140 والاخيره بحجم 120. منافذ دخول الهواء الوحيده للكيسه دي هيكون جزء بالطول محفور في الظهر نفسه ووراه فلتر في ظهر الكيسه. واسمح لي انا الحقيقه مش فاهم ليه المكان ده، مع ان كان في اماكن كتيره تانيه كان ممكن يتعمل فيها، بس يعني معلش خلينا بقى نشوف للاخر الموضوع ده، بس لازلت مش فاهم ليه المكان ده. المكان ده عباره عن فتحات محفوره في الغطاء المعدن وتحتها فلتر، المفروض ان ده المكان الوحيد او المكان الاساسي اللي هيخش منه الهواء. في مكان تاني من تحت عليه فلتر بس حاسه ضعيف شويه. انا شايف ان نوعا ما ده مكان ميت شويه، او ده اغبى مكان يتعمل فيه فتحات دخول هواء بعيدا عن حجمه الصغير. افرض مثلا انا لازق ظهر الكيسه في الحيطه عشان ابين المكونات بتاعتي اللي انا حاططها، ما هو يعني لازمه الباب الازاز ايه لو مش هتستفيد بحاجه زي كده، وخليت المكان اللي المفروض بيخش منه الهواء مواجه للحيطه او قريب منه او بعيد عنه بسنه بسيطه. انا كده كل اللي انا بعمله ان انا بسحب الهواء او درجه الحراره اللي موجوده في الحيطه او الفراغ اللي ما بين الحيطه وما بين الظهر بتاع الكيسة، فمصدر دخول الهواء للكيس مخنوق. حتى لو الأجواء عندي ضعيفة في التهوية أنا ما عنديش أي هواء بيتحرك كفاية
او بشكل كافي انه يقدم تهويه لكيسه باي ديفولت بتيجي باربع مراوح فيها، او انا اقدر اركب فيها اربع مراوح لو هي ما بتجيش بيهم، بس هي بتيجي باربع مراوح. فنتيجه الموضوع دوت ان انا هجرب الجهاز اللي انا بنيته في الكيسه دي ببروسيسور 3800 اكس، وده بروسيسور نوعا ما درجه حرارته اعلى لانه بيسحب طاقه اعلى مقارنه بال 3700 اكس. البروسيسور ده حقق درجه حراره 82 درجه مع الضغط طبعا، والكارت ال RTX 2080 الفاوندرز اديشن حقق درجه حراره 72 درجه. درجه الحراره دي مقبوله، بس ده في حاله ان كل حاجه في الكيس مقفوله. تعال بقى فك الجزء الامامي من الكيس واسمح بدخول كميه هواء اكبر نتيجه المراوح اللي قدام. بالمناسبه درجه الحراره في الاثنين للغرفه نفسها كانت 24 درجه، البروسيسور هينزل 3 درجات ويبقى 79 درجه من اصل 82 درجه، والكارت هيقل درجتين وهيوصل ل 70 من اصل 72. نتيجه في الحقيقه برضو ما هياش بطاله، مع اني كنت متخيل ارقام اكبر من كده، خصوصا ان فتحات التهويه في مكان واحد بس. بس لما فتحت باب الكيس وقفلت التكييف ورجعت الأوضة لظروف الجو الطبيعية، البروسيسور وصل لدرجة حرارة 80 والكارت وصل ل 74 درجة. باب الكيس نوعا ما ما أثرش تأثير كبير قوي على درجات الحرارة، بالعكس درجات الحرارة ما كانتش في أحسن أوضاعها، بس الأفضل في درجة الحرارة كان لما الوش الإزاز ده اتشال بالكامل. وخلي بالك إن مراوح الإكزوست اللي هي المروحة اللي فوق والمروحة اللي ورا ساعدوا كتير جدا في الموضوع ده. فلو هنتكلم عن مميزات كيس بسعر 150 دولار، شكلها هيكون على حسب انت بتفضل السمبلستي ولا عاوز حاجة شكلها مبهرج ودحلاب شوية، لكن ايا كان الشكل المفضل بالنسبة لك، الكيس دي بتقدم كيبل مانجمنت كويس جدا 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 جدا. الحقيقة مش محتاج منك وقت عشان تعمله، هتلاقي عندك كنترولر للمراوح وللار جي بي بتوصله على البورد عن طريق اليو اس بي، وبتتحكم من برنامج كام بتاع NZXT في كل حاجة تخص المراوح والإضاءة. فيها LED strip واحد addressable in direct light عشان ما يلسعش الشكل بتاع الكيسة في النهاية. لمسة حلوة الحقيقة من الشركة، بس اللمسة الأحلى إن الكيسة دي سهلة جدا في التعامل وقت التركيب، وخصوصا موضوع الفرونت بانل بتاع الباور والليد. هو كابل فيه في الآخر سوكت واحد متركب كده زي اليو اس بي العادي، هتوصله في الفرونت بانل بتاع البورد وشكرا على كده. ليه بقى الكيسات أو الشركات كلها ما تعملش الاختراع ده؟ يعني ده الحقيقة ده اختراع كويس جدا. حتى لو افترضنا ان انت مثلا بتستخدم بوردة مش بتدعم حاجة زي كده، بيجي معاه ادابتور تاني بيحولها بقى للطريقة العادية اللي بصراحة انا ابتديت اكرهها عشان انا بتلخبط فيها. الكيس وقت التركيب هتحسها ضيقة سنة، خصوصا وانت بتركب البورد، بس كل حاجة فيها محسوبة بالسنتي، بس على قد ما هي محدودة في مساحتها الا انها هتشيل معاك اي كارت ايا كان ايه طوله. بس خلي بالك من شوية حاجات، الشراود الابيض اللي بيطلع منه الكابلات او هو بيغطي الكابلات ممكن مع بعض الكروت يعمل مشكلة. انا في ال RTX 2080 الفاوندرز يدوبك كنت قريب منه، لكن مش وصل له قوي. لو انت جايب كارت اكبر هتلاقي ان الموضوع يعني رخم شوية او هيعطلك، لان الارتفاع ما بين الشراود واي كارت هيكون بسيط جدا. الكارت ممكن يضغط عليه كل حاجة، بس المفروض ان ده ما يحصلش، والمفروض ان الارتفاع عند الجزء ده يكون اقل من كده بشوية. انت تقدر تفكه وتركبه عادي بعد ما تركب الكارت، بس يعني بورتس اليو اس بي فيها قليلة شوية عن الكيسات اللي في نفس رينج السعر. التهوية مش عاوز اقول انها اسوأ حاجة في الكيس، ولكن التهوية فيها مقبولة، وكان ممكن تكون احسن من كده بكتير، زي مثلا ان يكون في فرصة انك تغير الجزء الامامي بمش بانل جاية مع الكيس، او حتى تشتريها بدلا من الازاز. مدام كده كده هو بيتفك وبيتركب بسهولة، فليه ما نعملش كده؟ فكرة انه جبرك على مكان واحد لتركيب الليكويد كولينج، خصوصا لو 240 او 280، هي حلوه جدا، والحقيقه انا شايف ان ده انسب مكان في الوقت الحالي، خصوصا لو انت عندك تكييف. بس ليه ما فيش فوق مثلا مكان يتركب مروحتين 120 او 240؟ السؤال بقى هنا، انصحك بيها ولا لا؟ انا الحقيقه عجبني شكلها، لان بحب الحاجات السيمبل شويه. الميكانيزم بتاعها في التركيب عجبني جدا وسهل وبسيط وما خدش مني وقت كتير. التهويه او التبريد مش هقول انه اسوأ حاجه ممكن تقابلها، بالعكس درجات الحراره للقطع دي طبيعيه جدا، فانا ارجحها خصوصا لو انت بتدور على حاجه سيمبل محندقه وبتوفر لك كل الاساسيات الا التهويه. كانت ممكن الحياه تكون احسن، معلش، بس هي كانت ممكن تكون احسن، بس ده الديزاين اللي قدامك، فكان ممكن الديزاينر يكبر الفتحات شوية زي ما بيكبر اللوجو.
فأيا كان يعني دي كل الحكاية والرواية اللي لازم تاخد بالك منها. الكيس مش مجرد صندوق، الكيس طول عمرها قطعة مهمة جدا، بس احنا اللي بقينا مؤخرا بننبهر بالشكل شوية، ممكن ما تكونش واخد بالك منها في البداية، ولكن هتشوف سلبياتها قدام حبتين. عشان كده لو انت بتشتري اي كيس دور عليها كويس جدا وشوف كل قطع فيها بتعمل ايه، او اتفرج عليها وانضم لنا من الزرار الاحمر اللي موجود تحت الفيديو على طول، هيظهر لك بعد ما تدوس عليه جرس، دوس عليه واختار اول عشان يجي لك all the content all the time. لايك لو الحلقة عجبتك، رأيك تحت في التعليقات في الكيس، اتفرج على الحلقة اللي فاتت من هنا، وكما هي العادة اتمنى اشوفكم في الحلقة الجاية.